قدمت الفنانة ماري خوري مجموعة جديدة من اللوحات ضمن معرض حمل عنوان لو بانسو الاما، واللي تضمن رسومات مميزة عبرت عن رؤية الفنانة لكل شيء حواليها. قدمت الفنانة ماري الخوري آخر أعمالها بجاليري إكسود بالأشرفية تحت عنوان لو بانسو ا لا ما، حيث عبرت عن أحاسيسها ومشاعرها تجاه الحياة ككل. الحقيقة نحن أول مرة عم نستضيف بانتر فنانة، أول مرة كمان نعرض أكوارال اسمها ماري الخوري. وماري الخوري فنانة كتير رايقة وهادية، بس الحرب تركت بصماتها عليها، انصابت انشلت تألمت كتير زالت من هالدنيا كتير، بس رجعت غفرت وتصالحت مع الحياة. راحت على بيت شباب هونيك بعد ما صلحت مع الحياة، جربت إن هي ترسم. هي منصابة بشلل رباعي، بتحرك بس راسها ونتفة من كتفها، استعانت بمسند لإيدها حتى ترسم، ولفتت النظر، كملت، أخذت الشهادة الجامعية وتصالحت مع الحياة. يعني بقى نتأمل لها كل خير، وإن شاء الله بتشرفونا وتشوفوا معرض كتير حلو.